ونروح لنادي الزمالك وأنا إدارة الزمالك كافة الترتيبات المتعلقة بسفر بعثة الفريق للإمارات من أجل المشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبو ظبي، والمقرر إقامتها خلال فترة من 18 حتى 24 يناير المقبل. وطبعا دي كانت بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وإمصلة القطري. وكمان عايزة أقول لكم إن أم صلال عفوا القطري كمان سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال فترة من 26 وحتى 28 يناير المقبل بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان تاونز الصيني. لسه مع اخبار نادي الزمالك، وخلال كده الساعات اللي جايه هتكون في جلسه لاداره نادي الزمالك برئاسه الكابتن حسين لبيب لحسم ملف كده المدير الفني الجديد للفريق واللي هيكون اجنبي، ولسه في مناقشات كده داخل اداره نادي الزمالك سواء بتاجيل ملف التعاقد مع مدير فني اجنبي الى نهايه الموسم او حسم ملف التعاقد مع مدير فني اجنبي خلال التوقيت الحالي. يمكن متواجد مع الفريق خلال معسكر الامارات وبيدرس كمان مسؤولو الزمالك العديد من السير الذاتيه للمدربين الاجانب معروضين على المجلس عشان يتفاوضوا معاهم، والوقوف أكيد على الأنسب للمرحلة المقبلة للزمالك.